عثمان، يعني أنا عايزة أتكلم معاك بقى عن روح الفريق. يعني كلنا شفنا طبعا محمد صلاح وهو بيتعامل كقائد حقيقي، وهو بيوجه اللعيبة في كل صغيرة وكبيرة، حتى بيتكلم مع الحكام بكل هدوء في الحقيقة، وعنده كده رؤية للي بيحصل في الملعب وشايف كل حاجة. لكن كمان خليني أتكلم عن الروح اللي يمكن المنتخب وصلها لنا إحنا كمشاهدين. وفي الحقيقة نفى بقى فكرة التعصب ما بين الأندية. أنت النهاردة الاهلاوي بيشجع ابو جبل الزملكاوي، وكله والزملكاويه بيشجعوا الاهلاويه، لان خلاص ما بقاش فيه كده في منتخب مصر. يمكن كمان اتخيل يعني انه ممكن بعد خلاص ما البطوله خلصت، الناس بقى تبتدي تشجع الانديه الثانيه بروح كده جميله. رايك ايه في الموضوع ده؟ طيب المبدئيه البطوله مليانه دروس، يمكن اهم درس فيها ان احنا بالروح الواحده بنقدر نحقق نجاحات ونقدر نحقق المستحيل. زي ما قلنا محدش كان متخيل ان احنا نوصل لحد النهائي، لكن وصلنا للنهائي. ممكن القدر ان احنا كويس، احنا شفنا منتخب السنغالي، ما اعتقدش ان كان هيبقى فيه فرصه افضل من دي ان احنا نواجههم قبل حوالي شهر ونص من اللقاءين الحاسمين، الماتش في القاهره وماتش في داكار يوم 24 و29 مارس اللي جاي ان شاء الله. ما فيش فرصه افضل من دي. لعبوا بكل قوتهم، احنا لعبنا مش هنقول بكل قوتنا، احنا افتقدنا عناصر كتيره جدا جدا. احنا يمكن خط الدفاع كله اتغير خلال البطوله واللعيبه بتطلع وترجع، لكن هرجع للدرس المهم وهو الروح الواحده. زي ما قلت يمكن قبل ماتش النهائي كنا متفاجئنا ان في صفحات على السوشيال ميديا متعصبه للزمالك بتحيي السوليه والشناوي وحمدي فتحي واللي هم لعيبه، يعني وجمهور الاهلي كله ما بيكلمش غير عن ابو جبل وزيزو، صفحات منتميه للاهلي متعصبه للاهلي وحسابات متعصبه للاهلي بيشجع ابو جبل وفتوح وزيزو وكل اللعيبه. فاعتقد احنا عايزين بقى الروح دي تستمر، ده مهم الفتره الجايه، ومش عايزينها برضه تستمر بشكل مؤقت. احنا مش عايزين دايما يعني في وسط الهجة كده بنوصل لحاجة كويسة وفجأة وننسى، نقف وننسى ونبدأ تاني نرجع. لا هو طبيعي ان يكون عندك انتماء لنادي ما، طبيعي. أنا لكن مش معترض. احترام الانتماءات الاخرى. اقول لحضرتك حاجة، انا مش معترض ان اي حد ينتمي لاي نادي، مفيش اي مشكلة، ولكن افصل انتمائك عن الحياة عامة. يعني شجع براحتك فرقتك واتمنى لها تكسب كل البطولات اللي في الدنيا كلها، لكن نحاول بقدر الامكان نرتقي بالروح الرياضية، ان انت لا تتمنى الشر للمنافس بتاعك. مش عايز اقول دي مثاليه زياده، هو بره في العالم برده ما فيش حد بيشجع حد. يعني برده لو اتكلمنا مثلا لو نادي ميلان وانتر في مدينه ميلان الايطاليه مستحيل يشجعوا بعض. لو في فرقه بتمثل ايطاليا في دوري ابطال اوروبا مثلا، لا مشجعي ميلان مشجعي انتر، ولا مشجعي انتر مشجعي ميلان. انا مش عايز اقول ان احنا عايزين نوصل لمثاليه مش موجوده في كره القدم، ولكن اللي احنا شفناه من منتخب مصر وتصريحات محمد صلاح والحته بتاعت ان احنا نركز على الروح، ان احنا كلنا فرقه واحده. سيبكم موضوع اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري وفيوتشر وانديه كتير وفاركو، انديه كتير موجوده في المنتخب مصر، وامبي موجود كمان ممثلين ليهم او لعيبه منهم. خلاص ننسلخ شويه من الحته دي ونبقى في ظهر بعض. يعني حاليا سبحان الله هي جايه كده قدريه، منتخب مصر امبارح انهى مشواره. عندنا حدثين مهمين جدا 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 في الوقت الحالي، الاهلي بيمثل مصر وقاره افريقيا في كاس العالم للانديه، والزمالك يمثل مصر وكرة افريقيا في كاس العالم للانديه، هذه في كره القدم وهذه في كره السله. ممكن مصر هي اللي تستضيف الحدث المهم جدا جدا، النسخه الاولى لكاس العالم للانديه كره السله، حدث كبير وحاجه جديده. لا والزمالك بصراحه متالق ومصر فيها، هي كره اليد ان بلدنا تنظمها، يعني حاجه الحمد لله احنا ماشيين بشكل مختلف تماما عن فترات سابقه. لا هو في طفره كرويه سواء على مستوى الاداء او لسه كاس العالم او كمان على مستوى اللعيبه. كاس العالم كره اليد اللي مصر نظمته نقطه تحول للرياضه في العالم طبعا. في العالم يعني الوقت الحالي في اولمبياد شتوي في بكين بيطبقوا الفقاعه الطبيه اللي مصر طبقتها من اكتر من سنه لما تحدينا كورونا، وكانت اول بطوله عالميه مجمعه للعبه جماعيه تتلعب في وسط مكان فيه كورونا، بطوله كاس عالم كره اليد. فاحنا رواد في العالم بنعمل حاجات جميله جدا جدا. عايزين سبحان الله هي جايه قدريه. الاهلي بكره مع بالميراس البرازيلي سيمي فاينل كاس عالم الانديه، نتمنى كل مشجعي الانديه كلها يبقوا في ظهر النادي الاهلي في ماتش بكره. النادي الاهلي عنده ظروف صعبه جدا جدا، بيلعب بلعيبه كتيره ناقصه جدا عن الفريق سواء في القائمه الاساسيه او الغيابات والاصابات. مع ذلك اللعيبه لعبوا بروح قويه جدا جدا، تخطوا مونتيري المكسيكي اللي كسبهم مرتين قبل كده في 2012 و2013، وكانت التوقعات كلها انه طبعا يعني في صعب جدا الاهلي يكسب 12 غياب او 13 غياب لعيبه اساسيه، يعني تقريبا الفريق كله مش موجود، الفريق كله مش موجود، الراجل واخد 23 لاعب منهم خمسه مش موجودين، مقدر البدلاء كان قاعد عليها سبع لعيبه منهم اثنين حراس مرمى، يعني مفيش تبديلات. التوليفه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني اعتقد اللعيبه دي اول مره تلعب مع بعض بالتشكيله دي. ده حقيقي، ده حقيقي، مفيش مهاجم اصلا في الفرقه كلها.
طقم المهاجمين كله من سموحه طقم المهاجمين كله يعني مصاب. ما كانش احسن حاجه. تخيل ان طقم المهاجمين كله مصاب ما عدا محمد شريف مع منتخب مصر. يعني ما فيش مهاجم صريح واحد في الفرقه. حتى الصفقه الكبيره انت جبتها بيرسي تاو جات له اصابه وتم استبعاده من القائمه. وبالمناسبه الشناوي بره القائمه. يعني حتى احنا هم عارفين الشناوي اصابته كبيره مش هيلحق حتى كاس العالم الانديه لاخرها. فدي نقطه مهمه. ادي بكره ادي البدايه بكره واختبار جديد للجماهير المصريه. عايزين نقف في ظهر النادي الاهلي بكره. يوم الجمعه الزمالك في ركله السله هيلاعب برجس الاسباني ماتش صعب جدا مصر جدا. يعني ما ينفعش مصر وقاره افريقيا ناخد بالنا احنا دي بيمثلوا مصر وقاره بحالها. يا جماعه احنا عندنا ناديين كبار قوي 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 حجمهم كبير قوي قوي قوي. احنا عظماء في الالعاب كلها. لازم ناخد بالنا من الحكايه دي ونستمر. وعلى فكره روحنا الحلوه مع بعض هي اللي هتعلينا اكتر. هنعكس طبعا عليهم وده اللي اكده صلاح في كل مؤتمر صحفي اكيد وهتعلينا اكتر. هنعكس على المنتخب. انا دلوقتي الاهلي ان ربنا كرمه بماتش بالميراس وصل النهائي لاول مره في تاريخ الكره المصريه يبقى ضامن ذهبيه او فضيه. هيبقى حدث فريد من نوعه ما حصلش قبل كده. وتتجه انظار العالم اللي بيدوروا على محترفين وبيبصوا للكره المصريه. واسم مصر هيتقال تاني وتالت ورابع ناس كلها تقوله. طيب.